اهلا بكم من جديد، وتحيه لكل فناني بلادي، تحيه لكل المبدعين في كل ربوع الوطن الحبيب اللي ادوا السودان بسخاء وبدون بخل من خلال مجالات عده. نحن بنسعد جدا بانه نمشي لوحده من المناطق الغنيه جدا الكامله الدسمه اللي دائما هي ما بتبخل علينا، سواء كانت بارضها او بانسانها. القضارف واحده من المدن المهمه جدا في السودان، ومنطقه حدوديه عندها وقعها موقع الاستراتيجي، وعندها كثير من التفاصيل اللي نحن بنسعد جدا انه حنتكلم فيها من خلال هذه المساحه مع استاذ عبد الوهاب ابراهيم عوض، المدير العام لوزاره التربيه والتوجيه بولايه القضارف. اهلا وسهلا بكم، مساء الخير. مرحبا بكم، ونحن صراحه سعيدين ان نكون هذه الاطلاله بالنسبه لقناه الشروق، ونتمنى ان نكون خفيفي الظل على المشاهدين وعلى المستمعين باذن الله سبحانه وتعالى. اهلا بك من جديد، وانا عاوز اتكلم معك يا استاذ عبد الوهاب في انه يعني الوضع الموجود الان من خلال كل السودان، والمعروف متى ما ذكر التعليم بيذكر في الاونه الاخيره، الاضرابات اللي كانت موجوده للمعلمين، يمكن في كل بيت بيكون في تلميذ هو موجود او طالب من خلال المدارس اللي تم اغلاقها، والقضيه العامه اللي بتهم كل السودان من خلال الاضراب، المجهودات المبذوله في ترقيه قطاع التعليم تحديدا في القضارف، يمكن برضه يكون فيه كثير من القضايا المهمه. قضيه التعليم في القضارف والاضرابات للمعلمين واغلاق المدارس، كيف في الولايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نحن والله صراحة يمكن هذه فرصة سانحة، أنا بحيي فيها زملائي وزميلاتي معلمي السودان خاص عامة، وبخص كذلك لزملائنا في ولاية القضارف، لأنهم صراحة نحن مع قضية المعلمين ومع حقوق المعلم، لكن ظل المعلم في ولاية القضارف رغم الظروف الصعبة، هو تجاوز كل هذه الصعاب ل أن يعمل وأن يجتهد. فلذلك تحية خاصة لهم، لكل الذين صابروا وظلوا يصابرون ويعملون في ظرف خاص وظرف استثنائي بالنسبة للمرتبات، بالنسبة للبيئة، بالنسبة لكل الحاجات، لكنهم كان قلوبهم على الطلاب، كان القلب هو أكبر وأوسع، وبقت بين خيارين، خيار يعني نحن بقى بين مطرقة المطرقة والسندان، ولكن معلم القضارف اختار أن يكون الطالب ويؤثر على أنفسهم، وهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. تحياتنا لهم وشاكرين أنهم الآن امتحاناتنا يمكن انتهت، وهم الآن في فترة بعد إجازة، كل مدارسنا أدت الامتحان ووقفوا المعلمين وأدوا التصحيح، وأغلب المدارس أدت حتى النتائج طلعت، ونحن إن شاء الله هنستأنف الدراسة يوم 5 فبراير، ونحن نشيد بالأسر ونشيد بكل المجهودات وهم يعملون والمعلمين. القضارف يا أستاذ عبد الوهاب عندها خصوصيتها في أنه فيها مجموعة من المعسكرات الموجودة، معسكرات اللاجئين، وفيها مدارس، يعني يمكن فيها طلبة وهم بيدرسوا في المراحل التعليمية المختلفة، كيف وضعهم من حيث الإجلاس والمدارس والكتاب المدرسي والمقررات التعليمية بصورة عامة؟ نحن صراحة يمكن في ولاية القضارف الإشكالية اللي عندنا إشكالات الكتاب، يعني كانت في جزء من الإشكالات، والآن الحمد لله نحن في الكتاب ما عندنا إشكالية، ويمكن هسه في الدفعة الثالثة نحن حنستلمها في اليومين الجاية بالنسبة للكتاب المدرسي لكل طلابنا في مرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة وجزء من المرحلة الثانوية، لكن يمكن نحن بنعاني لترتيبات في الإجلاس والبيئة المدرسية بتاعتنا في مدارس صراحة بيئتها محتاجة لتحسين، ولأن نحن برضو لا تنسي أنه نحن عندنا وضع ولاية حدودية، ولاية مترامية الأطراف في حوالي 12 محلية، ونحن دي كلها من المعاناة، لكن صراحة نحن شاكرين لحكومة القضارف على رأسها السيد الوالي، وكذلك وزارة المالية مساهمة معكم كثير صراحة، مساهمة يعني المالية، ويمكن السيد الوالي وكل ناسنا، وكذلك عندنا مبادرات، يعني احنا في القضارف انا بشكر للمبادرات الشبابيه والمبادرات الشعبيه، وكثير في منظمات شغاله في مجال التعليم، في منظمات القضارف. منظمات اجنبيه ومنظمات مجتمع مدني من ابنائنا اولاد القضارف، كثير من شبابنا مهتمين بجانب التعليم ومهتمين. نحن طبعا عندنا اشكاليه كبيره وبدت ماشيه للحل، اشكاليه المياه وغيرها، صراحه نحن وجدنا دعومات من الاهالي ومن اولياء الامور ومن مجتمعاتنا المجتمع المدني، وعندنا تجارب صراحة يمكن رائعة وجميلة، حتى دور المرأة
في مناطق متكاملة يعني نحن عندنا مثلا في المنطقة بتاعت الفشقة يعني نحن برضو نحيي القوات المسلحة لدورة ويمكن المنطقة بتاعتنا ليها حوالي 25 سنة كانت تحت أيادي الأعداء ولما تحريرها برضو فتح لينا استقرار العام الدراسي ونحن الاستقرار الأمني بصورة عامة هو اللي بيتيح للبلد أنها تزدهر وتنمو وزارة التربية والتوجيه بولاية القضارف التربية هي الجانب المعروف اللي تعلمنا التربية عنه هي للتعليم وغيره نعم التوجيه هو للثقافة تحديدا الثقافة والإعلام نحن عاوزين نتكلم عن الاهتمام بقطاع الثقافة وال يعني يمكن في تنوع إثني كبير وفي تنوع ثقافي موجود في المدينة وخصوصية القضارف بيتيح لها أنها هي تكون لتنوعها الكبير يعني من ناحية الإنسان من ناحية البيئة من ناحية المنطقة حتى التراث حتى الثقافة في القضارف هي مختلفة كيف الاهتمام بها؟ يمكن جانبنا نحن عندنا إدارة عامة لإدارة الثقافة والإعلام مسؤول منا أخونا محمد الفاتح صراحة يمكن هو من الناس المبدعين ومعه مجموعة من شباب وناس زهدي وغيره من الشباب في كل المناحي وفي كل الجوانب الثقافية لا سيما زي ما ذكرت أنه ولاية القضارف هي ولاية متنوعة في كل المجالات حتى إنسان متنوع والتنوع ده أنا بفتكره من الحاجات الإيجابية لأنه القضارف هي بتمثل لنا سودان مسكر ونحن قاعدين نعتز بأنه نقول القضارف هي أم درمان الشرق وفيها كثير من التفاصيل الجميلة يعني إحنا في الفترة الأخيرة أو في السنوات الماضية بنسمع عن كثير من المهرجانات الثقافية والسياحية اللي بتقام في مناطق متفرقة القضارف هل عندها خطة لأنه تكون فيها بعض المهرجانات اللي تعرف بالمنطقة لناس ممكن يكونوا هم الأول مرة يزوروا القضارف ويعرفوا تفاصيل الثقافية والجميلة الموجودة فيها حسن إحنا ذاتنا جينا يمكن الليلة من أمس جينا هنا لمعرض الخرطوم الدولي وعندنا قطاع فيه والقطاع اللي بيعرف القضارف من نواحي إنتاجية من ناحية يعني القضارف نحن من ناحية الزراعة القضارف هي أساسا مشهورة بالزراعة وسمسم القضارف وكذلك عندنا الجوانب التعدين طبعا ده ظهر حديثا في جزء من محلياتنا عندنا محلية البطانة وعندنا محلية قلع النحل وكل أنواع التعدين الذهب وغيره من المعادن الموجودة أضف على سنه نحن برضو مناطقنا مناطق بتاع إنتاج حيواني وإنتاج زراعي وكل الحاجات والمجالات فيها كثير من المناطق السياحية عندنا سد الآن سد سيتيد وعالي عطبرة وسيتيد وعندنا عدد من الأنهر سيتيد وباسلام وعطبراوي ودي كلها نحن صراحة والرهد والدندر دي كلها نحن أنهار وغابات الدندر ذاتها موجودة في القضارف عندنا الحظيرة المحمية وكل مناطقنا يعني السياحة بأنواعها لو مشينا البطانة بنجد فيها جانب سياحي برضو في ريرة والصفية وقيرة ولو جينا مشينا جنوب القضارف بنلقى منطقة راشد للعلم أنها فيها من المناطق أعزب موية وكان يعني المعلومة بيقول أنه المفتش الإنجليزي كان بيشرب من موية راشد لأنها عندها حوض فدي كلها من الحاجات ده جزء تستحق أنه الناس تكون فيها لكن نحن صراحة محتاجين لشيء أساسي ودي فرصة جميلة نحن نعرض للقضارف الجوانب السياحية يعني محتاجين لإعلام يعني الناس كثير من الناس بيفتكروا بس لما نسمع القضارف بيفتكر أنها والله كلها بس هي سمسم وفول وعيش لكن لا نحن عندنا كل الحاجات دي وأضف على سنه عندنا المبدعين يعني عندنا بالنسبة للشعراء وعندنا الشعراء في واحدين يعني حتى نحن شعر اليوم نرفع راية استغلالنا هو شاعر عبد الواحد عبد الله يوسف من القضارف وكثير من المغنيين الجابري طبعا ما بخلت القضارف يعني ما بخلت السودان يعني كده نحن بنقول يعني قضارفنا دي يعني بنعتز بها ونقول إن القضارف في عز وفي شرف قد لا تطال في يوم من مدى الزمن فيك الذي إن قال كان حديثه در تناسر حي سبحان جلاله فيك الذي يمناه تصبغ قوله فالصبغ دوما في اصطفات كماله هذه كلمات لشاعرنا وحبيبنا الأستاذ صالح السنوسي. ومهما قلنا عن القضارف طبعا ما بنوفيها حقها ذكرت يا أستاذ عبد الوهاب من خلال حديثك أنه تمت مشاركة القضارف من خلال معرض الخرطوم الدولي اللي انطلق قبل أيام قليلة يوم 24
ويمكن مشاركة القضارف فيه وهي مساحة مهمة جدا، لأنها هي تعرف المواطن وتعرف حتى المستثمرين الخارجيين بأنه عندنا منطقة في السودان فيها كثير من الاستثمارات، سواء كانت في مجال الزراعة، في مجال الثروة الحيوانية، في مجال التعدين زي ما أسلفت وقلت. أنا عاوزة أتعرف عن مشاركات القضارف يعني في المنابر الداخلية والخارجية كمان، يعني زي ما عندكم منبر في معرض الخرطوم الدولي، ممكن تكون هي مشاركة في مساحات أخرى عالميا لتعرف بالمنطقة. يعني أنا دار لعلمك يعني عندنا في مناطق حتى المصانع بتاعتنا يعني بالنسبة لمدخلات الإنتاج، يعني السمسم عندنا، السمسم بتاعنا ده ممكن في مصنع بتاع كوبين وغيره من المصانع، أجود أنواع الطحنية والطحينة وغيرها هي موجودة في ولاية القضارف. وبرضو لعلمك نحن ظهر استثمار جديد اللي هو القطن، نحن الآن بدينا ننافس الجزيرة، يعني عندنا القطن المطري الآن محتاجين لمحالج، محتاجين لقيرة، فدي كلها نحن نفتكر دي من الحاجات الاستثمارية، ونحن بندعو المستثمرين كلهم يتعرفوا عن القضارف ويقدموا حاجة للقضارف وحاجة للسودان. نحن المفروض منتجاتنا، عندنا الزيوت، عندنا الفول السوداني، عندنا الجوار، برضو عندنا كثير من ناهيك من الجوانب الإنتاج البستاني. الآن نحن عندنا في بعد عالي عطبر وسيتيد حصل لنا إنتاج مهول من الـ من الـ من الفواكه بالنسبه للموز والبرتقال وقيره. الان الموز اللي بيطلع من نحن بدينا ننافس ناس كسله، يعني زمان كان الناس بكسل الموز طبعا، لانه القضارف اصلا غنيه يعني فيها امطار لفترات في السنه فتره زمنيه طويله، وعندها الاراضي اللي بتسمح لها بان هي عندها الاراضي، لكن نحن السد ذاته اتاح لنا مناخ جديد، يعني هسه نحن حصل تحول مناخي. التحول المناخي اللي حصل ده بقت يعني معناته محتاج ان احنا صراحه بندعو، يمكن احنا في ناس اختصاص، ناس الانتاج الزراعي كلهم بالنسبه لمزارعنا والانتاج الحيواني والبستاني وقيرهم، ان احنا دي فرصه جميله. المعرض هسه الشيء اللي قدمناه في المعرض هنا في المعرض ده، انه دايرين نوضح انه يا جماعه يجونا ناس مستثمرين وناس خبراء على سن ممكن نقدر ان احنا ننتج حتى على البطيخ وغيره، ولا سيما عندنا كمان الان ظهر لنا التسالي. التسالي برضو في المناطق هي مساحات، يعني احنا بندعو دعوة من خلال ظلال الأصيل من قناة الشروق، لأنه فعلا القضارف هي تحتاج لمستثمرين يقدروا يطلعوا من أرضها كثير من الخيرات والموارد والمحاصيل. يعني القضارف هي معروف إنها منطقة للمحاصيل بسرعة. أستاذ عبد الوهاب، نحن وصلنا معك لختام فقرتنا، مساحة أخيرة ماذا أنت قائل فيها قبل الختام؟ فأنا والله يعني صراحة يعني شاكر لكم ومقدر لهذه الإطلالة، وزي ما قال مرت سريع، ودائما الحاجات الجميلة يعني بتمر سريعة. نحن شاكرين لكم ونتمنى أنه يكون نحن تدونا يوم كامل في قناة الشروق على أساس أنه نحن نقدر زي ما قال نسوق بضاعتنا القضارف حتى بزولة. وأجمل ما فيه هو إنسان القضارف، مش لأن نحن أولاد القضارف أو أبناء القضارف، لكن نحن بنعتز بها، وزي ما بقولوا يعني كل يغني لليلاه، ونحن نغني لليلانا، وليلانا هي القضارف. شاكرين لكم، هي جميلة القضارف، تستحق أن يغنى لها، وغنوا لها كثير من الفنانين وما قصروا معها. شكرا لك أستاذ عبد الوهاب إبراهيم عوض، المدير العام لوزارة التربية والتوجيه بولاية القضارف، لك التحية. ويمكن مساحات الجمال والإبداع هي مستمرة زي ما أنت قلت القصيدة، وزي ما قلنا أنه كثير يتغنوا بها. خلينا نسرح في جمال كثير من المناطق، سرحت فيك، نمشي ونجي.